الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر المتقابلين لا ضالين ولا مضلين وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ودد الحيارى واهد الضالين بداية فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه والقرآن كون ناطق والكون قرآن صامت والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي حينما أرسل الله سبحانه رسوله وقال هذا رسول كريم هناك من يكذبه فكيف يشهد الله لرسوله أنه رسوله؟ إذن فلا بد من معجزة. الأنبياء السابقون معجزاتهم حسية كتعلق عود الثقاب تعلقت والتهبت وأصبحت خبرا. فالآن عندما تأتي نصراني وتسأله بأن يثبت صدق رسالة نبيه فلا يستطيع أن يأتي بعيسى حيا، وإذا سألت يهودي فلا يستطيع أن يأتي بعصا موسى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لكل الشعوب ولأن كتابه خاتم الكتب لا بد أن تكون المعجزة مستمرة، وكيف تكون مستمرة؟ فلا بد أن تكون علمية. ومن هنا كان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم شهادة الله للمؤمنين أنه كتابه. نعطي دليلا. حينما صعد رائد الفضاء إلى القمر وتجاوز 65,000 طبقة هوائية، هناك في هذه المرحلة ظاهرة تسمى ظاهرة الانكسار، ينكسر الضوء على ذرات الهواء فينكسر على ذرات أخرى وتعكسها على ذرات أخرى، ففي الأرض يكون ضياء وأشعة شمس. فلما تجاوز رائد الفضاء هذه الطبقة صاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عمياء بل مسحورون. وهذا كلامه مسجل إلى الآن، لا نرى شيئا. نفتح القرآن الكريم ونقرأ قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحقيقة فيه بالقرآن الكريم آيات تقترب من الألف تتحدث عن الكون. نذكر قول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولننظر إلى آية من آيات الكون، كلمة تشير إلى مخلوق من أهون المخلوقات عند الإنسان، إنها البعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فضها. البعوضة بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني تبين أن في رأسها 100 عين. هذه البعوضة الصغيرة في رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنة، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان وبسيمان. وزن البعوضة الواحدة 1/1000 من الغرام. الغرام أصلا لا يساوي شيئا، وزنها 1/1000 من الغرام. نبين أنها تبين أن هذه البعوضة تملك جهاز لا تملكه الطائرات الضخمة، تملك جهاز استقبال الحراري. هي ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، إنما ترى الأشياء بحرارتها. حساسية هذا الجهاز 1/1000 من الدرجة المئوية. تملك جهاز تحليل الدم، ما كل دم يناسبها. تفحص الدم ثم تمتصه، لذا ينام أخوين على سرير، واحد يملأ بنسج البعوض والآخر لا يصب بشيئا. تملك جهاز تميع الدم، لأن دم الإنسان أحيانا يكون دمث وبراسيم لا يناسبها ولا يسري في خرطومها. تملك جهاز التخدير لأن لا تبطل أثناء الامتصاص، تخدره ثم تمتص الدم
ثم تطير إلى سماء الغرفة. فلما ينتهي مفعول التخدير يشعر الإنسان بالأسف فيضرب يده فتضحك عليه، لأنها لو كانت هناك لقتلت. جهاز الاستبتام الحراري وجهاز التمييع وامتصاص وتخدير. أما خرطومها الذي هو كالشعر فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان يتهمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. أما أرجلها فهي مخالب إذا وقعت على سطح خشن، ومحازن إذا وقعت على سطح أملس. الآن نفهم عظم هذه الآية ونقرأ قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إعجاز القرآن شهادة الله للمؤمنين أن هذا القرآن كلامه. والإعجاز العلمي الآن أقوى مادة تقنع الطرف الآخر من الكفرة. الآن فالأصل أصل العلم، حينما يرى حقيقة علمية اكتشفت حديثا والقرآن أشار إليها قبل 1400 سنة لا يملك إلا أن يخدع. ومئات من علماء الغرب الكبار أسلموا عن طريق الإعجاز العلمي. فحينما ندقق في آيات القرآن لا يسعنا إلا أن نقول إن الذي أنزل القرآن هو مدبر هذا الكون. فمثلا اسمع بارك الله فيك، في قلب نجم العقرب، في مجموعة من النجوم تسمى بالعقرب، نجم صغير خافت الضوء. ونحن نعرف أن الشمس تبعد عن الأرض 156 مليون كيلومتر. تبعد الشمس عن الأرض 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض بمليون و300 ألف مرة. وهذا النجم الصغير الأحمر الذي يتصدر قلب العقرب يتسع، اسمع، يتسع إلى الأرض والشمس والمسافة التي تفصل بينهما. هذا نجم صغير يتسع إلى الأرض والشمس والمسافة التي تفصل بينهما. هذا الإله العظيم يعصى، ألا يطلب وده وترجى جنته وتخشى ناره. إلى معجزة أخرى من معجزات القرآن. الآن وفي معظم الجامعات الغربية يتهربون من دراسة ظاهرة النقط السوداء في الكون. في كافة الجامعات الغربية يتهربون من دراسة النقط السوداء في الكون لأنهم يحسبونها أنها خطرة، وأن دراستها تقود إلى معرفة نهاية العالم، وهي نهاية مؤلمة بالطبع. وإلى الآن لم يستطع العلماء فهمها. والقرآن فسر هذه الظاهرة منذ 1400 سنة بقوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والخنس هي نجوما خلأ ضوءها، يعني هي نقاط سوداء في الفضاء، من شدة الجاذبية التي بداخلها تمنع الضوء من الخروج منها، ولذلك لا تفسد إشعاعها إلى الخارج. وحتى نطمئن إلى هذه النجوم الهائلة وما وظيفتها في هذا الفضاء التي أخافت العلماء في عصرنا بصريح الآية، الآية التي بعدها: الجوار الكنس، وهي تجري في السماء، وظيفتها كنس السماء، أي أي قمر أو نجم خرج عن نطاق الجاذبية فهو يمثل خطرا على الأرض. أي نجم أو قمر خرج عن نطاق الجاذبية التي ينتمي إليها فهو يمثل خطرا على باقي الكواكب، فيكون في جاذبية هذه النجوم الهائلة. ثم في الآية التي تليها، يعني هذه النقاط السوداء هي جعلت لحماية الأرض لا للخوف منها عند الغرب. ثم في الآية التي تليها: والصبح إذا تنفس. كيف يتنفس الصبح؟ ومن الصعب فهم هذه الآية التي نزلت على رعاة الإبل والشاة، ولكن المدرسة المحمدية تعلم الأجيال الجديدة في العالم أن هذا القرآن من عند الله وأنه الحق من ربهم. فعند الصباح ومع طلوع الشمس يتغير تنفس النباتات، ففي الليل تأخذ الأكسجين وتعطي ثاني أكسيد الكربون، أما بعد طلوع الشمس فتعطي الأكسجين وتأخذ ثاني أكسيد الكربون. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ إن لم يكن وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم مع آية أخرى من القرآن الكريم، فهذا البروفيسور كيث مور أستاذ علم التشريع والأجنة بكندا، طلب منه من طرف الدكتور عبد المجيد الزنداني أن يتفحص بعض آيات القرآن الكريم المتعلقة بمجال تخصصه، وبعد دراستها اندهش لما وجده من تطابق بين الآيات والعلم، وأصدر كتاب ترجم إلى 8 لغات يسمى علم الأجنة في الكتاب والسنة.
ففي الوقت الذي عاش فيه الغرب ظلمات الجهل في القرون الوسطى كان القرآن المتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليشهد له أنه رسول الله إلى البشرية كافة. فمراحل تكون الجنين كانت تسمى بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في الرحم. أما بعد دراسة كيث مور للقرآن تبين وثم غير هذه الأسامي، فأصبحت المرحلة الأولى تسمى بالعلقة أي المريلة عندهم، والثانية تسمى بالمضغة أي البلاستيلا، وهكذا. فإن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن اهتدى، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد عباد الله، فننتقل إلى معجزة بيانية أخرى. دعي أحد علماء الغرب إلى دراسة القرآن، فلما بدأ بأول آية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسأله العلماء المسلمين لماذا أسلمت وهذه آية عادية كل يوم نقرأها ولا تثير فينا شيئا؟ قال أما أنا ففهمتها بمعنى آخر، فلو كان هذا الكتاب من عند الله من عند البشر لكانت أول كلماته في المقدمة اعتذارا لما يوجد في الكتاب من أخطاء لغوية أو كلمية. أما هذا الكتاب فإن كاتبه يؤكد أنه لا ريب فيه أي أنه لا خطأ فيه، ولو كان من عند البشر لكان فيه الخطأ، فإذا هو ليس من عند البشر ولذلك أسلم. فإذا عبد الله، يا من أنت موقنا من أن هذا القرآن من عند الله، يا من أنت موقنا بعظمة هذا الإله الذي تعبده، يا من تعرف أنه مقدر كل شيء في الكون، فلما تستخف بعظمة الله؟ فلما تستخف بعظمة الله؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الإله العظيم عندما يصدر أمرا منه إلى الأرض يغشى على كل ملك في الأرض وفي السماء، يغشى على كل ملك في الأرض وفي السماء خشية من أوامره، ثم يستفيق ليطبق أمره في الأرض. وأنت تستخف بأوامره، من أنت حتى تتكبر على الله؟ من أنت حتى تتكبر على الله؟ ما بال من أوله نطفة وآخره جيفة تبخر، لا فخر إلا فخر أهل التقى يوم غد إذا ما ضمهم المحشر. يا أهل الدوج، يا تجارها ويا طلبة العلم ويا رجالها ويا نساؤها ويا أغنياؤها ويا فقراؤها ويا مساكينها ويا بناتها ويا شبابها، ما بالكم لا ترجون لله وقارا؟ أطال عليكم الأمد فقست قلوبكم؟ أم لأجل ماذا هجرتم هذا الدين؟ إن كان من أجل المال فالله خير الرازقين، وإن كان من أجل العلم فالقرآن أكبر مدرسة علمية، وإن كان من أجل الشهرة فلا فخر إلا فخر أهل التقى يوم غد إذا ما ضمهم المحشر. بلد يعد أكثر من 2000 مسلم ولا يأتي إلى المسجد في الصلاة العشاء والفجر إلا 10 أشخاص، فأين 1890 الآخرين؟ أين أنتم؟ أأستخففتم بربكم إلى هذه الدرجة؟ بل أكثر من ذلك، أذن يوما لصلاة العصر ولم يأتي أحد من المصلين، فصلى المؤذن وحيدا. ماذا سنقول إلى هذا المسجد يوم الحساب؟ ماذا سنقول إلى هذا المسجد يوم الحساب؟ إذا شكانا أمام ربنا لماذا هجرناه؟ من أجل ماذا هجرناه؟ من أجل دنيا فانية؟ اسمع بارك الله فيك، وقارن بين الدنيا التي تطلبها وهجرت من أجلها هذا المسجد وبين فضل صلاة الفجر والعصر، فالمتهاون عليهما قد يحرم من النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. فالمتهاون على صلاة العصر والفجر قد يحرم من النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، وهذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فوالله والله لنظرة إلى وجهه الكريم، فوالله لنظرة إلى وجهه الكريم جزء من ألف جزء من التالية لأحب إلي من الدنيا وما فيها. فكيف تدعي أنك تحب الله ولا تطيعه ولا تخشاه؟ فمن آمن في الدنيا خاف في الآخرة. لا يجمع الله خوفين على قلب عبد واحد، من آمن في الدنيا خاف في الآخرة، ومن خاف في الدنيا آمن في الآخرة. فكيف لا تخشاه؟ وكيف لا تخشى عقابه؟ ولنا في عاد وثمود وفرعون عبرة، وما أهل تسونامي عنا ببعيد. حينما غضب الجبار في سمائه فأمر البحار وأمر الأرض وأمر الجبال بكلمة منه في لحظة فأحرقهم وأغرقهم ودمرهم عن بكرة أبيهم. ولسنا نحن أكرم عند الله منهم، ووالله ليس نحن أكرم من عند الله منهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم، فتدعونه فلا يستجيب لكم. ونحن اليوم بناتنا عرضة للزنا في كل حين، وشبابنا في المسكرات والمنهيات، ونسائنا ألهتهم المسلسلات الهابطة، ورجالنا غرقوا في المعاملات الربوية. لنفق من غفلتنا قبل حسرتنا، لنفق من غفلتنا قبل حسرتنا، قبل أن يأتي الله بأمره، قبل أن يأتي الله بأمره. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن لم تنتهي عن فعل هذه المحرمات، فوالله لا يشكن الله أن يأتي بأمره. فلما آسفونا انتقمنا منهم. فنتق الله عباد الله، فإنه شديد العقاب. فما الذي نحن فيه إلا ابتلاء؟ فوالله ما هو إلا ابتلاء وامتحان في الدنيا. فابتلاك الله بالغنى ليرى ماذا تفعل برزقه، فالرزق رزق الله. وابتلاك بالفقر ليرى ماذا تفعل بفقرك. ولنا هنا في هذه البلدة مثال، يوجد من بيننا من لا يملك سيارة ولا مال وفير، ويأتي من أقصى المدينة كل يوم فجر ويصلي الفجر هنا. ابتلاه الله بالفقر فأحسن الامتحان وفاز. ويوجد منا من وسع الله له في الرزق ويسر له في الوصول من سيارات وغير ذلك، فنسي فضل الله عليه. واحذروا أن تكونوا كقارون الذي قال أوتيته من علم من عندي فخسفنا به وبداره الأرض، ونام عن صلاة الفجر ففشل بامتحان الغنى. مثلا في أرض سورية الحبيبة، زار أحد الأثرياء ممن ابتلاه الله بالمال قرية، فوجد أهلها يرقصهم مسجدا، فقرر أن يبنيه وسط القرية. فسأل عن صاحب الأرض فقالوا له إنه رجل اشتد فقره فهاجر إلى المدينة حتى يسأل الناس قوت يومه. رجل اشتد فقره فهاجر إلى المدينة حتى يسأل الناس قوت يومه. فالتقى به عند عدول الإشهاد حتى تتم البيعة الأرض، فدفع له القسط الأول، وقال له القسط الثاني عندما نكتب الأرض باسم المسجد. فقال الفقير بطلت البيعة والله، أأبيع أرض الله إلى الله؟ والله لأتصدقن بها في سبيل الله. فنجح الفقير في فقره ونجح الغني في غناه. فوالله ما ابتلاكم به الله من غناء إلا امتحانا لك، ماذا تفعل بمال الله؟ ووالله ما ابتلاك الله بفقر إلا حتى يرى ما أنت فاعل به، أتصبر على فقرك أم لا؟ فاللهم بارك لأغنيائنا ويسر أمور فقرائنا. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم يا ذو العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، نسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلاة عدد ما كان وما يزال. اللهم عمر قلوبنا بالقرآن، واحفظنا بالقرآن، وزينا بزينة القرآن. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض
ويوم الأرض عليك يا أرحم الراحمين. وخير دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي أقم الصلاة.